حضرتك قلت أكيد. كلمة مهمة جدا، انه خلاص يعني مش هنبكي على اللبن المسكوب، وانه الاهلي متعود انه زي الحاجات دي اللي بيعدي عليها دايما بيغلق ملفاتها بسرعة وخلاص. احنا عندنا برضو مباراة مهمة الحقيقة برضو مع الجونة يوم الاربعاء اللي جاي طبعا. شايف الاستعدادات هتكون ازاي من قبل فايلر وايضا من قبل لاعبتنا؟ هو طبعا فايلر لما قال في المؤتمر انا سمعته يعني راح، هي الاجانب عندهم ميزة ايه الخساره ما بتبقاش بالنسبه لهم كارثه، يعني عندنا بنكبر وبنهول الموضوع ببساطه شديد جدا، يتكلم بهدوء شديد جدا، انا خسرت المباراه دي كده امبارح كان بيتكلم بالطريقه الهدوء الشديده، يمكن كنت بتناقش في المؤتمر مجرد هدوء ده للاسف الناس برضو بتاخده ان هو عنده لا مبالاه، يعني لازم حضرتك برضو تتكلم ان الاجانب عندهم موضوع الانترفيو بعد المباراه لازم يتسم بالهدوء شويه، فللاسف برضو الناس خدتها ان هو يعني، وناس بتحب النادي الاهلي اكيد اخدتها لا ده يعني بالنسبه له عادي بالنسبه لنا مش عادي. ف وطبعا احساس الاجنبي غير احساس الجمهور، غير احساس طبعاً. المدربين طبعاً. غير احساس الاعضاء. انا طبعا عشان انا عصرتهم كتير، انت عارف انا حضرت في الكوتشنج اديوكيشن بتاع، تعرف اليوفا، اليوفا كوتشنج اديوكيشن، انت طبعا كنت موجود في المانيا وانا رحت هناك طبعا مع اليوفا اكتر من مره في تعرف الكونفنشن والحاجات الكوتشنج لايسنس والحاجات دي يا كابتن هاني، بقابل المدربين هناك وبعرف ازاي المدرب لما يكون عنده مثلا مباراه كبيره زي دي يخسر وازاي بيتحامل على نفسه ويطلع يتكلم زي 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 مدرب برشلونه لما خسر 8 فده يتكلم، كان عارف انا قلت مش هيقدر يتكلم هيتعالى احسن قاعد يتكلم انا فرقتي ما كانتش يومها وقاعد يتكلم بشكل، ففايلر لما طلع بيتكلم بيتكلم من منطلق انه لو كل واحد بيزعل من مباراه يخسرها انت معناه مش هتلاقي وقت تفكري مش هتلاقي اللي جاي، فبالتالي كان بيتكلم بهدوء شديد جدا، الناس افتكروا ان هو يعني ايه ما اخسر انا، لا مش هي محسباش كده مش كده مش كده عشان انا بعمل كده عشان الناس تفتكر هو بقى هو بقى طبعا الراجل يعني لازم يتسم بالهدوء، ولما جه قعد مع كابتن محمود الخطيب متاكد ورى انه الاخطاء دي اخطاء فرديه، ما هو مش هينزل يلعب المدرب ازاي مثلا لما اللعيب يعمل دريبلينج للاعب تاني، انا كمدرب انا عامل ايه يعني، ما لازم انا اللعيب لو هو من نفسه ما قدرش يعني يصحح موقفه في الملعب انا كمدرب بطلب منه يعمل إيه؟ لو ما قدرش ينفذه انا خلاص بقى انا مسؤول بس انا اعمل له ايه، مش قادر اعمل له حاجه، فبالتالي فايلر انا بعتقد ان هو يعني المباراه دي هتخليه برضه كمان يفكر اكتر ويشوف الامور اكتر ويدي مساحه اكبر لبعض اللاعبين بالظبط يا كابتن، ويوجه الاخطاء ولو كان شايف شكل معين للخطه لا بدا دلوقتي، وخاصه احنا المباريات اللي جايه مباريات صعبه.